بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قد تأتي النعمة متخفية، ممكن النعمة تأتي في ثوب اختبار. ممكن إنسان مننا يبقى نفسه أنه يفتح شركة جديدة، فهو بيفتح الشركة دي يكون بيواجه صعوبات ومشاق في المعاملة مع الناس والمعاملة مع الشركاء وفي البداية من الصفر. فيأتي الاختبار، يا رب طب أنا عايز أفتح بيوت وعايز أكسب من حلال وعايز أصرف على أهل بيتي، لكن تكون هذه المشقة نعمة كبيرة، اديته خبرة واديته رؤية وخليته إنسان مجتهد متحمل المسؤولية. ممكن إنسان يبقى عايز يكون بطل في لعبة رياضية، لكن طريق البطولة طريق مش سهل، طريق محتاج تضحية بحاجات كتير قوي. شباب كتير من اللي بيلعبوا رياضة بيخرج قليل، مرة في الأسبوع بالكتير. شباب كتير من اللي بيلعبوا رياضة بيجتهد ويتعب وينفق على نفسه وينام كويس ويتعب علشان يقدر يتفوق ويسبق أقرانه اللي في سنه ويتنافس. فتأتي النعمة للبطولة والتفوق في ثوب اختبار مشقة الطريق. فإذا وجدت اختبار وانت نيتك كويسة، شباب اللي عايز يتجوز وبيواجه صعوبات في الجواز، قد ايه احنا بنوصي الاهالي يسروا، لكن وانت بتبني بيتك طوبة على طوبة مع شريكة الحياة، او انت بتتعبي مع شريك الحياة علشان تقفل بيتكم عليكم في سلام وسكينة واستقرار، انتوا بتكبروا، الحب اللي بينكم بيكبر، والمواقف اللي بتعدوا بيها اللي فيها تحديات بتقوي الرابطة اللي ما بينكم. فقد تأتي النعمة في ثوب اختبار، وده نداء النهاردة. اللي حصل إن سنة 5 هجريا الصحابة جيشهم لا يتعدى 1000 مقاتل، يهجم عليهم 10,000 مقاتل من خارج المدينة من القبائل المتحالفة ضد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة المدينة. فتيجي الآية اللي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، كم هائل من الجنود، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا رب طب احنا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبننصر دينك، نتحط في حرب زي دي، نتحط في مشقة زي دي، فيرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى إن دي كانت نعمة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. يا رب طيب فين النعمة في حرب 10,000 مقاتل ضد 1000 مقاتل؟ دول 10 أضعفنا. حصل حصار على المدينة 45 يوم، لكن ساعتها كم الخيرات اللي حصل في المدينة لا يعد ولا يحصى، وفعلا كانت نعمة. أول حاجة ظهر المنافقين اللي كانوا بيظهروا الإيمان وحب النبي عليه الصلاة والسلام كذبا، ويبطنوا الكفر وكراهية النبي والتآمر ضد المؤمنين. فإذا برب العالمين بعدها بآية يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأت الناس المخادعة المنافقة تظهر ويبدأوا يقولوا كلام: ده النبي خدعنا بالكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكان الصحابة اللي بطيب قلبي بيتعاملوا معاهم وأسرارهم عندهم لأنهم أصحابهم من زمان، بدأوا يعرفوا فين المنافقين اللي بيتأمروا على اليهود ضد النبي والمسلمين. وبدأ يحصل تمايز، يعني انفصال كده بين الفئة المؤمنة والفئة المنافقة المخادعة. وبعدها بكم آية ربنا يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ربنا ما تحكش علينا، قال لنا إن طريق المنازل العالية في الجنة طريق ممكن يكون فيه بعض المشقة، قال لنا إن الجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ليها تمن، هنضحي بوقتنا وجهدنا. بلادنا عشان تتبني محتاجة وقت وجهد وتضحية وتقارب بين صفوف المواطنين. ممكن تعدي بيك أيام وسنين فيها مشقة، لكن الله هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى موجود، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بيظهر اجتهاد الإنسان وبيتقل ميزان حسناته لما يكون عايش في أيام فيها مشقة وتعب من أجل عمارة الأرض. فقد تأتي النعمة في ثوب الاختبار،
ومنها بيزيد إيمان الإنسان بعون ربنا. بعد شهر ونص جاءت الريح الشديدة فاقتلعت خيام المشركين وهربوا، فعرف المؤمنين إن ربنا معاهم يأيدهم بعد ما تعبوا وضحوا وصبروا. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كانت نعمة لكنها كانت في ثوب اختبار.